السلام عليكم. حنحكي نقطة حلوة، كيف حتى بهالزوايا البسيطة مو بس بالدنيا، يعني حاول الإنسان إنه يعمل حب أسطوري. فكان مثلا في قصص نسمعها مشهورة مثل روميو وجولييت مثلا. إذا بنتأمل بهالقصة هي، إذا كان روميو وجولييت حبوا بعض كتير، وبغض النظر إنه هن كانوا بيعرفوا فنون الحب الإيمانية حتى ما يصير معهم مشاكل كتير ولا لا، بغض النظر، بس شوفوا النهاية، لما هو بينتحر وهي بتنتحر، هيك كانت نهايتهم لروميو وجولييت، يعني بالانتحار. فإذا نفترض إنه هدول بعد كل هالحب الله ما شاء يغفر لهم وراحوا، نفترض على جهنم أو أحدهم، فبالتالي شو استفادوا من هالحب؟ شو استفاد من حب بينتهى بعد كم سنة من هالحياة، بعدين بصير في عنا بالآخرة سنة وتنتين وعشرة ومئات السنين وآلاف السنين ومليارات السنين وخلود في الآخرة. فشو استفادوا من حبهم إذا بده ينتهى بجهنم أو بده ينتهى بافتراقهم؟ بينما المؤمن حتى فكرة الحب الخالد، حتى هاي الفكرة المؤمن هو المرشح الأول لدخولها ولتحقيقها إذا كانت بتصب بمصلحته. فرب العالمين بيقول جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فرب العالمين عم بيقول إنه في إمكانية، ممكن بعض الناس بعض المؤمنين يدخلوا الجنة مع أزواجهم. فتصوروا إذا اثنين الله أكرمهم بحب راقي عظيم، حب روحاني، الحب الروحاني انعكس على الجسدي، بما أنه وصلنا بالكلام الطبي اللي حكيناه أنه الجسد مفتاح الروح، يستحيل يوصل لسعادة حقيقية حتى الجسدية إذا ما ابتدأها بالروح. فقديش حلوة لما بيكونوا هن اثنين عايشين أجمل حياة في الدنيا بطاعة الله والإيمان ونور الإيمان، وبعدين بيكملوا حبهم بالآخرة. يعني شيء حلم فيه كتير ناس عبر العصور، لكن وين الضمان إنه يتحقق؟ المؤمنين إذا الله وجد الخير لبعضهم أو لكلهم حسب ما يكون في مصلحة لهم، فرب العالمين بيحقق لهم حتى الحب الخالد في الجنان. فبصير حب ابتدأ في الدنيا واستمر في الآخرة، وممكن يكون لمليارات السنين. فحتى هالمواضيع هي المؤمن هو المرشح الأول لهالنوع من السعادة. طبعا جمالية الجنة انه ما فيها الملل يلي بيصير بالدنيا، يلي بيركز على الدنيا. الدنيا من طبيعتها انه هي بتعطي ملل، انت بتتعود على شيء. يعني انت مثلا اذا واحد كان طفل ممكن يحلم يجيب بسكليت مثلا، دراجة هوائية، بيحلم بعدين نفترض بعد كم سنة حصل عليها أو فورا، بس يستخدمها فترة معينة بصير بينظر لسلبياتها، ما عاد ينظر للإيجابيات بقدر السلبيات، أو بيجتمعوا السلبيات مع الإيجابيات فتتنغص عليها المتعة. يعني هالموتوسيكلات هي أو الدراجة الهوائية، لما أول شيء بيكون عم بيحلم فيها بيكون عم بيشوف رفيقه وهو راكبها لهالدراجة، فبيشوف منظره قديش حلو وهو راكب الدراجة والدراجة حلوة وإلى آخره. لما بيركب هو الدراجة بصير بيشعر بالتعب العضلي تبع الدراجة، بصير إذا في طلوع مثلا بحس قديش
صعبة، أحيانا بيكون مشي أسهل منها، وهو راكب هالدراجة ما بيشوف جمال الدراجة، ما بيشوف جمالها، هو راكب فوق الدراجة. لما بيركب هالدراجة بيصير عنده مشاكل الطريق ومشكلة التعب ومشكلة إذا اتخانق مع حدا على الطريق إلى آخره. بيصير بيقول يمكن السيارة أحسن، بيركب السيارة بيصير عقله إنه يا ترى غيرنا زيت اليوم ولا ما غيرنا للسيارة، يا ترى شو هالعطل الميكانيكي هذا كيف ندبره، لكن قطعت فينا السيارة بنص الطريق مثلا، طب البنزين بدنا نجيبه، طيب يا ترى من بيدفع أقساطها. طيب نفترض انه غني وكل شيء وعليكم السلام، نفترض انه ما عنده اي شيء من هالمشاكل، اذا هو بالطريق ممكن حدا يكون يعني يطلع عليه او يكسر عليه مثل بيقولوا، يتخانق هو وياه، حتى لو باوروبا ممكن يكون سكران احدهم فيعمل مشكله الثاني. فبتصير السياره بالنسبه له هم، يعني بيصير بيقول لك مثلا على المدينه، انا مركز المدينه مثلا اذا رحت على فيينا العاصمه النمساويه مثلا، يعني ليش ما انا انزل بالقطار، ليش ما اروح بالمواصلات وخلي السياره على جنب، لانه السياره بالعاصمه النمساويه مشكله كبيره. اذا بدك تنزل على فيينا يا بدك تلاقي لها، منين بدك تلاقي لها مكان تصفى، اذا لقيت لها مكان بدك تصفى فيه اجرته عاليه، بدك توقف احيانا على الاشاره بتطول الى اخره ان شاء الله. ف بالتالي كل ما بصير عندك انت متعه جديده بتفكر حالك حتسعد وترتاح، تطلع هالمتعه الجديده هي الى منغصات والى اثار جانبيه وضريبه. ف هاي الدنيا هيك حقيقتها، حتى الناحية الزوجية. اليوم عنوان الحلقة إن شاء الله هاي مقدمة، لكن إحنا بدنا ندخل بموضوع كتير مهم يلي هو موضوع الحياة قائمة بأدنى البشر لكن لا يسعد فيها إلا النورانيون. بدنا نحكي عن علاقتنا، عن سر من أسرار الحب، فنون الحب اللي أعطاها الإسلام، سر جديد اليوم. بس الآن مقدمة. وعليكم السلام، أهلين أخي. فبالتالي كل ما بصير عنده متعة كل ما بصير إلى ضريبة جانبية. هلأ حتى بالجنس في ضرائب كتير. الرجل لما هو مفكر حاله أنه هو فاعل يعني وأنه هو شغلة كبيرة، ما هو عم بيبذل جهد عالي، جهد عضلي، وبيتعب، ممكن يعرق، ممكن إلى آخره، ممكن بعد الجلسة يتعب شوي أو يتعب كتير حسب الأشخاص. في كتير ضرائب إلى يعني حتى الجنس، بتلاقي بعد الزواج بعد فترة في ناس بتحاول تخفف منه، في ناس تحاول، لأنه بتعرف إنه حتى هاد له ضريبة، حتى هاد مو ضريبة يعني مؤذية، مو ضريبة مدمرة، لا، ضريبة طبيعية جدا، يعني ما في خطر من شيء غالبا، بس هو انه طبيعي. حتى هون في تعب، حتى هون في ارهاق، حتى هون بدك ترتاح مثلا ممكن الى اخره. يعني كل شيء له ضريبة بالحياة. ف اما انت تاخذ متعة صافية، هذا انت بدك تفكر بالاخرة. فانت بالدنيا إذا أنا عشت سنة وتنتين وعشرة وأنا عم بشعر بسعادة مذهلة، نفترض هذا الكلام وإن كان خيالي خاصة بالنسبة لغير مؤمنين، فإذا كان غير مؤمن وبده يشعر بسعادة خيالية ولسنين طويلة كمان، يعني صرنا عم نحكي بشيء بضرب من الخيال، ومع ذلك نفترض، طب أنا بعد ما أسست بعلاقة الحب عمر، بعدين فجأة المحبوب غير رأيه، تغير طباعه، تغيرت أفكاره، فصار يأذيني، فصار يشتم، فصار يعمل أي شيء مؤذي. فبالتالي أنا شو استفدت من هالعمر هذا اللي قضيته معه؟ شو استفدت من هالمحبوب
موضوع انا التعب كله اللي قضيته معه بيوم واحد بصير من المآسي والأذى والشتائم، وممكن جيب له الشرطة، ممكن هو يشتكي عليها إلى آخره، ممكن يتعاون مع حدا والعياذ بالله مثلا مجرم مشان يأذيها إلى آخره. طيب شو استفاد من هالسنين هي كلياتها؟ يوم واحد بخليه كل هالشي اللي صار معه كله يطير، كل هاللذة اللي شعر فيها ما عاد يشعر فيها. ما بيقول مثلا يلا هلا انا يعني صعي مثلا زوجتي سجنتني، صعي انا هلا مثلا صعي زوجي مثلا زت علي مية نار والعياذ بالله قام احترق شوي من جسمي، صحيح انا عم بتألم وصحيح صحيح وصحيح، لكن والله انا نفسه هذا المحبوب كنت انا عايشة معه والله ايام كتير حلوة. مين بيفكر بالطريقة؟ مين بيقول انا صحيح هلا صحيح الان انا اتأذيت كتير وعم بتأذى من نتيجة علاقتي بهالانسان، لكن انا عزائي انه عشت معه هو نفسه ايام كتير حلوة. صعب، ما بتزبط يعني. بعد لانه لما كشف عن وجهه واظهر عداءه واظهر حقيقته، فانت بتعرف انه كل هالايام اللي عشتها كانت وهم، ما عاد تقدر تمتع فيها. فهي طبيعة الحياة قديش ما بتستاهل الواحد يعني يضوع وقته ويعصي الله ويغامر بمستقبله. هي الحياة هيك طبيعتها. فمع ذلك رب العالمين عم بيقلكم ممكن يكون حتى زوجتك اذا انت بتحبها كثير وهي بتحبك وكنتم مؤمنين الى اخره، ممكن تكون معك زوجتك بالجنة. فاذا كان حبكم عظيم بالدنيا ممكن تكملوه بالجنة، لكن بالجنة ما في الضريبة الجانبية للمتعة. هنيك ما في متعة زائد ارهاق، ما في متعة زائد تعب. تسلم اخ احمد. ما في متعة منغصة، ما في متعة منقطعة، ما في متعة حقيقية. يعني بورجيك رب العالمين بقى كرمه، الكرم يلي يتناسب مع عظمة رب العالمين. أما هون دنيا، فبيخطر ببالنا شغلة عن الملحد، شغلة يعني مضحكة شوي. يعني إنه أنت مثلا تيجي ممكن تقطع من وقتك، تعمل مثلا فيديو تقول هذا فيه ثواب، ناخذ ثواب من رب العالمين بيوفقنا، ما بيضيع شيء مع الله، بنعمله مجاني كذا. طب هذا الملحد لما بيطلع على التلفزيون وبيقول لك وبيحكي بالإلحاد وبيدعو الناس للإلحاد، طب هذا عم ياخذ ثواب من مين؟ يعني هاد شو المنفعة إنه الواحد مثلا يقطع من وقته ولو ساعة واحدة ويحكي للناس عن الإلحاد ويقول لهم ألحدوا؟ طيب شو استفاد هو؟ بده ثواب؟ ما بيأمن بالله وموضوعه ما فيه ثواب، عكس الثواب. طب هو شو بده لو تفكر فيها أنت؟ ليش ليحكي للناس؟ ملحد ومادي ويعمل شيء بدون منفعة؟ هذا الشيء يستحيل. لكن ممكن تكون منفعته معنوية، إنه مثلا الناس تتحلق حوله، يصير يثقوا فيه أو مثلا يسألوه أو كذا إلى آخره، يستفيد منه شيء منفعة دنيوية. يعني بيكون عم يخطط مثلا، ممكن يكون عنده هو عم ياخذ على برنامجه التلفزيوني، وطبعا معظمهم بياخذوا مبالغ على مقابلاتهم بالتلفزيون إلى آخره. المهم ده يكون منتفع. أما يجي يقول لك أنت روح صير ملحد وصير مكتئب وصير عندك ضعف جنسي وصير أنت عندك مشاكل كتير، يعني هيك بده يقول لك إياها مشان شو؟ شو بيستفيد؟ هاي كمان نقطة نحطها ببالنا. ف في عنا يعني جانا سؤال هلا، سؤالك انه هل تعتقد ان الملحدين لا يشعرون بالسعادة او الحب في هذه الدنيا؟ الموضوع نسبي جدا. يعني كلمة حب، شو هي الحب؟
انه ينجذب، هو بيفهم الحب، هو بيسمي الشهوة الجنسية البحتة حب. تمام؟ فهي المشكلة اختلاط المفاهيم. طيب إذا هو حتى الشهوة الجنسية ما عاد يوصل لها مزبوط مثل ما أثبتنا طبيا، لأنه هي أساسها 90% نفسي، والملحد أنه نفسية بتكون عنده ممتازة، إذا هو معتبر أنه بده يموت وبعد ما يموت خلاص انتهى بده يصير تراب. يعني أنت نفترض، نضحك على أنفسنا، نفترض جدلا أنه الملحد عم يعيش 90 سنة 100 سنة من حياته كلها سعادة مطلقة، وهذا الشيء مستحيل بس نفترض. طب هالسعادة المطلقة ما بيكفي انه يتذكر انه هو اكيد حيموت وحيصير تراب والدود حياكله وحيصير لا شيء من بعد ما كان شيء. هذا الشيء لحاله، انت حط حالك محله، هذا ما بيعمل له اكتئاب؟ ما بيعمل له خوف من اي شيء مشان ما يموت فجأة؟ اذا سمع طرطقة بخاف يكون قنبلة، بخاف يكون شيء حيوقع عليه، اي شيء بخاف منه، فبتلاقيه عايش القلق. يحسبون كل صيحة عليهم، آية قرآنية، تحليل نفسي مخيف. القرآن عطانا تحليل نفسي شيء لا يصدق. يحسبون كل صيحة عليهم، يعني لو تتأمل بهالآية وتشوف انت على الواقع قديش شفنا ناس، شفنا الفرق بين المؤمن وبين الملحد لما بيطلع صوت فجأة. أقسم بالله العظيم، كنت أنا بمشروع دمار بدمشق، برج تحتنا في كشكين، ففجأة سمعت صوت قنبلة، انفجر الكشك، حطوا لنا قنبلة قبل ما أجي على لبنان بعدين تركيا بعدين النمسا، قنبلة وانفجرت. والله أول شيء ما قمت من مكاني، مع أنه بيني وبينه يمكن حوالي 25 متر أو 50 متر، يعني تحتنا، مو بسفل البناية، بينه وبينه شوي صغيرة بس بيبين معك كتير قريب. فبعد شوي قمت شفت شو القصة، والله قنبلة، قلت يلا كله خير، رجعت كملت قعدت، يعني خلاص كله خير شو بده يصير. إذا اللي احنا عم نحكي على السعادة أخي صاحب السؤال، تمام، السعادة شيء والمتعة الآنية شيء والحب شيء وكل هالمفاهيم هي مفاهيم مختلفة. فإنه هو يشعر بالحب لا يعني السعادة. هلأ هو بيحب، طبعا بيحب، ممكن يكون بيحب مرته، ممكن يحب أولاده، ممكن يحب مين ما كان، بس إذا واحد بيحب فلانة بيموت عليها مثلا، لكن هي تحتقره وهو بيعرف هالشي، هل حيكون سعيد؟ يعني هي بعطيك مثال واحد من آلاف الأمثلة المنغصة على السعادة. جاوبني، إذا أنت بتحب وحدة، بتحب حب يعني مذهل جنوني، وهي بتبادلك بالإساءة والاحتقار والشتائم، جاوبني، تقدر أنت تكون سعيد؟ ما انت ما فيك تقول كون فيكون، بدي فلانة بالذات وبدي اياها تحبني. انت قد تحب وحدة، ما هو كله اقدار الله، كله شغل رب العالمين بالنهاية. ممكن تحب وحدة، انت اول شيء بدك تفتل على نساء العالمين كلهم، ما بتعرف وين نصيبك، يعني قد انت تناسبك وحدة بعيدة عنك كذا 100,000 كيلومتر بقارة تانية، هيك نصيبك، شو بيعرفك انت وين الانسان اللي حترتاح معها مزبوط. فبالتالي انت قد من حظك انه تحب واحدة هي ما تحبك، ممكن هي تحبك انت ما تحبها. طيب نقطة ثالثة، ممكن انتو اثنين تحبوا بعضكم، ممكن انتو اثنين تحبوا بعضكم، لكن انت بدك اللي بيحبك يعبر لك عن محبته بطريقه معينه، هالطريقه هي ما بتناسبها بالنسبه إلها، تضرب على عقده معها بالطفوله، ما تقدر تساويها ولا باي شكل. او كانت عن طليقه مثلا، طليقه كان معقده بهالنقطه هي بالذات، اي رجال بده يقول على هالنقطه هي بصير عندها مشكله نفسيه، وعليكم السلام.
يلا هلا بنجرب عليه ان شاء الله. فعرفنا كيف، فممكن انتوا اتنين بتحبوا بعض وبصدق، بس كل واحد عنده مانع انه يقدر يتجاوب مع التاني 100% مثل ما بده، لانه انت لما بتكون ملحد فانت الاصل فيك انه انت تحب يلي بيأمن لك الحب، بتحب يلي بيأمن لك المتعة، بتحب يلي بيعمل لك المنفعة. يعني مخك كله مادي، انت لازم تقعد هيك مكانه وتتخيل حالك بداله حتى تشوف كلامي قديش منطقي. بدك انت تعيش حالته شوي، يعني تقعد هيك تاخذ 5 دقائق تفكر وكأنك انت مكانه، والعياذ بالله. الله يهديهم. فبالتالي موضوع واحد بيعتبر حاله انه هو وجد بالصدفة على هذا الكون، وكان اصله خلية وتطورت صارت حشرة، ممكن صارت تمساح، صارت ناموسة، صارت سعدان، صارت بالصدفة طلع هالشكل هذا الإنسان، معتبر حاله أصله بين حيوان، بين خلية، بين دودة ممكن. يعني عرفنا شلون. ف كم السلام أخ محمد. يعني والله يعني بكير على هالمواضيع أخ محمد، لأنه يعني هلا لسه في عنا موضوعات أهم، بركي ممكن يعني مستقبلا إن شاء الله. فبالتالي هذا الإنسان هو بيعتبر حاله جاي الصدفة على هالكوكب، وبده يموت أكيد، ومعه هالكم يوم، وما في خالق يعتني فيه، ولا في حدا بيهمه أمره، وبيعرف إنه هالإنسان التاني لما بده يحبه هو بيحبه كشهوة، كمصلحة، كمنفعة. فأنت شلون بدك إياه تكون نفسيته هذا الإنسان؟ لذلك بالنسبة للخيانة المرتفعة بالمجتمعات العربية، يعني هلأ اللي عم بيصير بالعرب حالة كتير خطيرة. هن بالأصل العرب يعني لما إجاهم الإسلام، القرآن حكى قديش نسبة المنافقين، نسبة يعني مذهلة بالقرآن، ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. تصور بالمدينة المنورة في مرد بالنفاق، شيطان مارد بيقول لك، يعني مو أي منافق حتى، وين بالمدينة المنورة إلى آخره من آيات النفاق المتعددة، وفي آيات في قلوبهم مرض يعني نفاق. فكتير منهم آمن نفاقا، أسلم نفاقا. لذلك هن بعد كم سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا ابن نبيه، ما عندهم مشكلة، يعني قتلوا الحسين، ذبحوه، قطعوه، قطعوه، دعسوا عليه بالأحصنة، أخذوا يعني نساءه سبايا أخذوهم من العراق للشام، ذبحوا أبادوا كل ذريته للحسين، ما خلوا طفل، ما خلوا شاب إلا واحد يعني نجا بأعجوبة. فهدول هن حقيقتهم العرب، يعني غالبا معظمهم يعني يلوكون الدين بلسانهم ما در عليهم مصالحهم، مثل أي مجتمع تاني. يعني الأصل بكل المجتمعات هي المصلحة والمنفعة. فالعرب صاير فيهم يعني هلا الامور كل ما عم يتفتحوا على عم يشوفوا الغرب، عم يشوفوا الغرب انه هو اوروبا وامريكا مثلا، عم تطوروا بالصواريخ، تطوروا بكم شغله، فشافوا انه ليش طوروا، شافوا انه ترافقت مع الحريه الجنسيه، ففكروا انه الحريه الجنسيه هي السبب بتطورهم، هي فادتهم بشيء وضرتهم باشياء. فهن ما عندهم حل وسط مثل اي مجتمع. هاي هي سبب الخيانه، انه هن بالاصل ما معظمهم ما لهم مؤمنين حقيقيين، يعني مثل ما قلنا الاكثريه بالقران قديشها سيئه، فهن بالاصل ما لهم مؤمنين حقيقيين غالبا اغلبهم يعني. ف واجتهم هالفتنه كمان، شافوا التكنولوجيا عند اوروبا وفكروا انه الجنس هو بيخليك متحضر، وشافوا اللباقة بالاوروبيين، يعني اللباقة تبعهم كيف بيحكوا بلطافة،
فكمان فكروا انه الاوروبيين عايشين سعادة يعني مذهلة. بس هو الاوروبي يعني فكر، قال انا ما دام ما في الله، طيب انا شلون بدي اعيش في الحياة وكون يعني فعلا قادر على انتصر بهالحياة؟ قال اول شيء المجاملة، يعني جارك لما تشوفه سلم عليه. ليش ما تسلم عليه؟ اذا ما سلمت عليه انت قد يفكرك انه انت ناوي له الشر. ومن غير شيء معظمهم بيخافوا من خيالهم لانه ما عنده الله. اذا صار اقل شغله، يعني حطوا باليوتيوب كتير شغلات انه مثلا حط زتوا شنطه عليه، شلون ركض وشلون حيندعس خايف من الشنطه، يعني انه فكر فيها تفجير او شيء، بس بشكل مبالغ فيه يعني، يعني الرعب عندهم فظيع. يعني هلا انا مثلا يركض واحد زت شنتاي علي، بنط انا كل هالنط وبعمل كل القصص، بمسك شنطه بزتها وخلصنا. يعني ليش؟ لأنا اللي زت حالي بزت الشنطه وبكمل طريقي. فالمهم عندهم خوف، فكمان ما يسلم عليه بخاف يكون عم يضمر له الشر. قال لحاله ليش انا لا بسلم عليه، بكسبه بكره بعتازه بشي قصه، بكره بعتازه بمنفعه. فهن نظروا لهالاداب هي نظره منفعيه، انه انا لما بعمل هالاداب هي بنتفع منها، وهذا صحيح وهذا صحيح وهذا لازم يكون وهذا معهم حق فيه 100%. بس مو معناتها هن يعني اخلاق عاليه عم يعملوا لوجه الله. تعال احتك مع الاوروبي واحتاج منه مصاري، شوف شو بيصير. احتاج منه شيء ياثر على حياته فعلا، ياثر على اللذه تبعه، ياثر على متعته، ما له مستعد هو يفديك بحياته. خلص هو بيعمل اللي عليه تجاهك شوي، مثل ولا تشبيه عفوا بهالكلام، مثل الكلب تبعه بيطعميه وبيشربه وكذا. بس يعني اذا مات الكلب تبعه بينتحر يعني؟ او مثلا مستعد والله يضحي بسعادته مشان الكلب تبعه؟ لا. بس هو عنده كتير اخلاقيات منفعية. طبعا في منهم مؤمنين اساسا، يعني في منهم مؤمنين عندهم بالمسيحية، مآمنين بالمسيحية، مآمنين بالله. فده طبعا بيختلف الكلام، احنا عم نحكي عن الملحد اينما وجد باي ديانه كانت. اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير يعني عباره عن مفتاح بعالم الحب مذهل الله اكرم فيه المؤمنين بالكتاب الكريم بالقران الكريم. فقصه كيف تكون انت سيد بعالم الحب، يعني تحب كتير وتاخد حب لكن مضبوط حتى ما تصير انت ذليل او تظلم حدا او حدا يعمل ردة فعل عليك الى اخره. موضوع مو سهل نهائيا، برجع بقلكم اعقد من صنع الصواريخ واعقد من الطاقة الذرية، لانه هدين كلهم بيخضع لمعادلات معينة دقيقة وخلصت الشغلة مهما كانت معقدة. فموضوع اما هون انت عم تحكي عن بشر متقلب، له قلب متقلب، له عقل متغير، له معلومات متغيرة بيتطور، هذا شلون بدك تضبطه؟ شلون بدك تضمن الانسجام معه؟ هذا شيء انت عم تحكي على شيء لو فهمان شو عم تحكي مزبوط، انت عم تحكي على شيء من اعقد الامور بهالكون. فرب العالمين شو حكى لنا بقصة يوسف ويعقوب مثلا؟ يعقوب ضل يبكي على يوسف، يعني الله بيحكي لك القصة ما هيك بيحكي لك إياها، هو من أفضل أساليب التعليم هو القصص، لكن ما بيحكي لك إياها يعني عبثا، بده يعطيك قوانين لتكون أنت أنجح خلق الله بهالحياة قبل الآخرة. فعم يعطيك قوانين على شكل قصص، وعن مين؟ عن أنبيائه، عن أكمل الخلق. فيعقوب ضل يبكي على يوسف فترة طويلة، يعني ظنا منه أنه هو عم يحيي المأساة تبع يوسف حتى ما تنتسى وحتى ما يروح دمه يعني، أو يضيع حقه أو كذا، وحتى يعرفوا أنه يلي فقدوه أو يلي خطفوه يلي هن إخواته، انه هذا اللي خطفتوه هذا انسان عظيم، هذا نبي، هذا له وزنه عند رب العالمين. يعني ضل يبكي دائما يبكي حتى ضل القصة قصة حية.
فلكن ضل على الحال هذا عشرات السنين، يعني ضل عمر طويل. فبعدين يعني إجا الملاك كما تقول الروايات، إجا الملاك وقال له إنه أنت يعني بهالوضع هاد أنت وكأنك غير راضي بقضاء الله. قال لا، ما معناه يعني إنه أعوذ بالله، أنا راضي وكذا، بس يعني هذا نبي وهذا أنا خايف وأنا فرطت فيه وإلى آخره. المهم فهموا الملك إنه أنت ما بيصير هالكلام هذا، بدك تسلم يوسف لله تماما وكأن شيئا لم يكن، كن عندك رضا بقضاء الله رضا كامل. وحنشوف كيف مو الله اللي بيستفيد، لحنا اللي بنستفيد. فبالتالي لما يعقوب خلص ما عاد بكي وسلم أمره لله تماما، وانتبه إنه ممكن يكون عم يبالغ هو، ففورا فترة قريبة التقى بيوسف بمصر وعاش معه فعلا، والتقوا بعد كل هالغياب اللي ما كان يقدر يشوفه فيه، لأنه قدر يحقق المعادلة الذهبية إنه أنت بدك تزهد بالدنيا لتجيك الدنيا وتصير مالك إلها. يعني عكس اللي بفكروه الناس، بدك أنت يعني بدك تتملك شيء، ازهاد فيه أول شيء، تزهد فيه تتملكه، أما بتركض وراه تلهث وراءه فأنت حتخسره وما حتكون جدير باقتنائه. نجي لقصة إسماعيل، قصة أوضح ومفصلة وقصة عجيبة مذهلة. تصوروا واحد، هذا الكلام اللي حنحكيه هلا ان شاء الله هو بفيدنا بعلاقتنا مع كل اللي بنحبهم، ان كانوا الوالدين ولا ابنائنا ولا الزوجه ولا الزوج الى اخره. هذا قانون، لب القانون، ومن اقوى مفاتيح الذهبيه للنجاح في عالم الحب بهالحياه، وما بيفهمه غير المؤمن ولا بيقدر عليه غير المؤمن. رح نحكي الدليل الطبي النفسي الواقعي الحقيقي. تصوروا إنسان مثل سيدنا إبراهيم هالنبي، بعد طول زمان وما بيجي أولاد، ما بيجي أولاد، بعد طول زمان طول زمان صار ختيار، بعدين رب العالمين أذن وإجا ولد. فتصور مثل بيقولوا بالعامية بسوريا على شفحة ولفحة، بيقولوا يعني الزلمة يعني شيء، إذا الطبيعي الواحد إذا جاب ولد وهو عمره 20 سنة وإجا ولد الطبيعي يتعلق فيه، فما بالك جاب ولد وهو عجوز وهو بأواخر حياته أو بعمر متقدم على الأقل يعني. فقديش بده يكون متعلق فيه، خاصة إن هو بيعرف إنه هذا الولد من كبار الصالحين وهو نبي كمان، قديش بده يعشقه. لما بيجي الولد بيقول له رب العالمين بتاخذ، ما معناه يعني بتاخذ الولد وأمه وبتزتهم بالصحراء. تصور انت على هالخطاب العجيب. فمن حيث الظاهر يعني وكأنه هذا العمل وعياذ بالله جريمة، حاشا لله، لكن رب العالمين هو اللي بيعرف حقائق الأمور وبده اياك تعرف بعض حقائق الأمور لتكون ناجح. هو قال له زدتهم بالصحراء، بس الله ما بيزدتهم، ما بيتركهم، ما بيترك أي عبد من عباده حتى الكافر، كلهم لهم تربية معينة ولهم نظام دقيق. فلما زدتهم بالصحراء رب العالمين ما تركهم، لأنه الله عرفانه ما حيتركهم، خلالهم نبع مي، نبع زمزم، وصار القوافل تقعد عندهم، وصار هو من
يعني الزعماء من الوجهاء بهالعشيرة، هذا إسماعيل وعليه السلام وكبر بهالعشيرة. فالمهم هو ما بيعرف شيء عنه، هو بيعرف انه زته ومشي. قديش موقف صعب، الظاهر منه انه الله بده اياك تتخلى عن اي شيء انت متعلق فيه ما عدا رب العالمين. بس شو بيفكر المسكين المواطن العربي المسكين او اي انسان مسلم بسيط ما عنده محبة قوية لرب العالمين وثقة قوية بأحكامه؟ لو نعرف شو يعني رب العالمين نعرف انه يستحيل رب العالمين يعطيك شيء او يأمرك بشيء مشان هو يستفيد منك. تسلم اخي رائد. فيستحيل، كل شيء بأمرك فيه لنفسك. فالمهم لما هو الظاهر بده اياه انه ما يتعلق بشيء غير الله، بس حنشوف لما ما تتعلق بشيء غير الله كيف بتصير انت سيد لعالم الحب، بتعيش اقوى قصص الحب بالتاريخ، لكن بدون اضرارها الجانبية. يعني بتعيش اجمل من اهل الدنيا وبدون اضرارها الجانبية يلي لابستهم لاهل الدنيا لبس. فبالتالي صوروا على الموقف، راح فعلا زدتهم بالصحراء. بعدين كبر اسماعيل، بيقول له رب العالمين ما معناه لابراهيم روح لعند ابنك، يمكن يكون مثلا صار عمره 20 سنه فرضا. فقديش بقى صار كبير بالعمر ابراهيم، قديش متعلق، يفترض يلي بيكون بهالعمر متعلق باولاده، فخاصة ولد مثل هاد ما تهنى يشوفه. يعني إذا راح لعنده، إذا بكيو شهر قليل، إذا وقعوا بالأرض من كتر البكي ومن كتر الحب والعناء قليل، لما قال له روح لعنده ما قال له روح غنجه، شو قال له؟ بتروح بتذبحه، لا إله إلا الله. يعني شو هالقصة العجيبة؟ ليش لأروح اذبحه؟ بس ما في ليش، عنده ثقة بالله، ثقة مطلقة انه اكيد هالشي لصالحه، اكيد لمصلحته، اكيد للخير، ان الله لا يصدر عنه شر نهائيا. فراح لعنده وقال له، بدل ما يقول له انا مشتاق لك والى اخره، اهم شيء شو قال له؟ قال له بدي اذبحك. كمان هداك مؤمن وكمان نبي وكمان انسان عظيم. طبعا الانبياء بالمناسبه ما هن شيء نازل من السماء، يعني واحد يقول يا اخي هدنك انبياء، احنا بشر، يعني والله ما عمل لك اياهم ملائكه حتى مشان ما تقول هالكلام، كان نزل لك ملائكه وخلصنا، لا بعت لك اياهم بشر. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله؟ انما انا بشر يوحى الي، انا بشر مثلي مثلكم بس الفرق يوحى الي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قادر على فعل المعصيه وقادر انه يضيع مثلي مثلك، لكن هو اختار يضغط على حاله للحد الاقصى، فصار بالكمال اقصى وصار خير البشر. هو اللي اختار، بينما انا وانت ممكن نكون ما شدينا على حالنا 100%. فهذا بشر بالنهاية، إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. فبالتالي قال له أنا موافق. طبعا شو بده يقول؟ لما إجا ليذبحه، فلما أسلما وتله للجبين، فلما أسلما وتله للجبين، يعني أسلما، اثنين أسلموا أمرهم، الاثنين أسلموا أمرهم لله، وجهز السكين وحيذبحه لابنه، خلص نجح بالامتحان. هي دليل رب العالمين ما كان بده اياه يذبحه أساسا، ولا الله بيستفيد إذا انذبح إسماعيل، ولا في خير بذبح إسماعيل،
بس هو امتحان ليستخرج من إبراهيم وإسماعيل، يدفعهم ليستخرجوا من أعماقهم القوة النفسية الجبارة يلي الله جعلها بكل إنسان، لكن عم بيدفعهم بهالطريقة يستخرجوها، بدل ما علم النفس هلأ بيأكد والطب بيأكد إنه إحنا في عنا كتير قدرات معظمها ما بنستخدمها، العقلية والنفسية معظمها ما بنستخدمها. فإذا رب العالمين هون بده إياهم يستخرجوا المارد من أعماقهم، مو هيك بيقولوا لنا هلأ بتفتح على النت أضخم مدارس علم النفس هلأ العملية البرمجة اللغوية العصبية الـ NLP بيقول لك أيقظ العملاقة من داخلك، أنت فيك تعمل اللي بدك إياه. وفعلا في ناس استفادوا وفي ناس انشدوا لهم وهن عم يحكوا شيء كبير من الصحة، لكن غلطوا غلطة ما همن ذكر الله كله وساووك انت قادر انت انت انت، فاللي اتبع طريقتهم اتدمر لقى حاله انه ما عم بيقدر ما عم بيقدر، لانه في شغلات انت فعلا لازم تحط ببالك الهدف، تحط ببالك انت تعمل اقصى شيء عندك لتحقيق هدفك. هذا صح وهيك بده اياك الدين اساسا. انت لازم تكون سعيك للدنيا للسيطرة على الدنيا اكبر من اكبر ملحد. لكن شو الفرق بينك وبينه؟ غير انه الله ممكن ييسر لك امرك اذا لقى في خير هالشيء. في عنا شيء اكيد، شو هو؟ انه هو لما بيسعى إذا ما وصل اللي بده إياه بيتدمر، لأنه هو حصر النجاح مثلا بأنه يعمل مشروع الفلاني، حصر النجاح بأنه يتزوج فلانة، حصر النجاح بأنه يعمل أمور عظيمة كتير. فبالتالي لما ما بيصل لهالشي اللي هو حصر الخير فيه وحصر السعادة فيه ما بيصل له بيتدمر. إذا هو إنسان مو كسول، هو إنسان نشيط بده يسعى، بس المشكلة مو بسعيه، المشكلة لما ما بيوصل للشيء يلي هو مخطط له. إن شاء الله ذكرنا بهالسؤال أخي رائد، سؤال ضروري. فبالتالي هون عم بتدمر. أما المؤمن شو بيعمل؟ المؤمن بيسعى للدنيا أكتر مما بيسعى إلها الملحد. ليش أكتر؟ لأنه الملحد بيقول أخي والله تعبت أنا مثلا يوم الدراسة، بدي أقوم أعمل سيران، بدي أقوم أعمل كذا. المؤمن كمان حقه يعمل سيران وإلى آخره، بس بتلاقي حاجته للراحة أقل. ليش؟ لأنه ذهنه بالآخرة، ذهنه بمستقبل خالد مخلد بالنعيم، ذهنه بأمور ضخمة جدا، فبيحس حاله هالدنيا كلها كم يوم مو مستاهلة يعني يرتاح فيها كتير. لازم يرتاح طبعا، بس عنده نشاط معنوي شيء لا يصدق. فأكثر من الكافر، لكن لما الله بيأذن له لهالمؤمن يحصل على 20% من اللي هو مخطط له بيكون سعيد كتير، 100% بيكون سعيد، 50% عنده كله نفس الشيء ما بيزعل، لأنه الله قال له أنه كل شيء لخير وأنا عم بختار لك الشيء يلي بيناسبك بهالتوقيت بهاللحظة بهالمكان، انت بيناسبك كذا. اذا بتاخد اكتر ما عاد فيك تنتقل للمرحلة الاروع اللي انا محضر لك ياها. فبالتالي المؤمن بيسعى اكتر من ملحد، لكن بيرضى اكتر من ملحد بملايين مرات. اساسا ملحد ما بيرضى اجمالا بشي الا اذا قال له العلم انه هيك بتروح صحتك كذا، بيحاول يضغط على حاله. بس شلون بدك تضغط على حالك انت؟ شلون اذا انت عقلك عم بيقول لك انه انت خسرت وما في شيء بقاموسك ولا بديانتك، حتى اللي ديانته غلط المسكين ما بيعرف هي شغله كله خير. هذا شيء يعني مفاتيح ذهبيه القران صنع في نفسيه المؤمن الجباره. فاذا حتى ال NLP والبرمجه اللغويه العصبيه والعلم النفس تبعهم ما عم بيفيد بشيء، وأنا قاعد مع علماء نفس وفشل بفشل.
الا طبعا بفيدهم بحدود معينه. اكيد انت اذا بتعمل اي شيء، تروح تشتري اي شغله، بتفيدك نقرنه بتضرك نقرنه، فطبيعي تفيدك شوي. بس احنا عم نحكي لما بنقارنها بالمدرسه النفسيه القرانيه لا يمكن تقدر تقارنها، هي ان شاء الله نحكي عنها بحلقات خاصه. هلا نرجع لموضوعنا. ف عم بيستخرج رب العالمين عم بيعطيهم فرصه لابراهيم واسماعيل انه يظهروا قدراتهم الخارقه يلي الله حطها بكل انسان احسن من 100 مدرسه للان ال بي والبرمجه اللغويه العصبيه. ف عم بيعطيهم هالفرصه هي، فلما قدروا يضغطوا على حالهم للحد الاقصى لدرجه يتقبلوا القتل والذبح بكل رضا، لما وصلوا لهالحد هاد معناته قديش هن تطوروا، قديش شخصيتهم صارت عظيمة. مثل واحد بالنادي قدرنا مثلا لعبه فرضا رياضة، بدل ما ياخد وقت بسرعة حمل أوزان كتير وصار عضلاته ضخمة، إنجاز عظيم هذا. بدل ما ياخد معه سنتين ساوينا له إياه بأسبوع فرضا، شيء مذهل. فهي الشطارة، هذا الشيء الإنجاز. المهم عند هاللحظة هاي فلما أسلما، أسلموا أمر هن اثنين لله، قتله للجبين وحطوا لإسماعيل وخلص دي يذبحوا. عند هاللحظة هاي خلص نجحوا بالامتحان، فالتغى الامتحان كله، لأنه النتيجة الهدف مو القتل نهائياً، ان الهدف هو تتطور شخصيتهم ويصيروا عظماء على وش الارض، ويصيروا من سادة الارض بنفسيتهم الجبارة. نحن لما رغم تواضعنا ونحن اقل من ناس عاديين، يعني نحن ناس ما لنا قيمة، نحن بنقعد مع ناس هون باوروبا بتعجبوا، هن عندهم مشاكل نفسية، بتطلعوا فينا عندك 50 مصيبة انت كواحد مثلا لاجئ بأوروبا، 50 مصيبة مالية وغيرها، انت شلون ما بنشوفك يوم زعلان؟ شلون دائما مبتسم؟ شلون دائما جبار؟ شلون شو دينك انت؟ بتلاقي بيعدوا هيك بس يعني يحاولوا يفهموا. فما بالكم بالمؤمنين الحقيقيين الكبار. فخلص الامتحان، لانه المدرسة عطت مفعولة، اتطوروا صاروا بشخصية ونفسية جبارة. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. مدام أنتوا نجحتوا بالامتحان فالتغى الامتحان، وبدال ما تذبح إسماعيل اذبح هالكبش، وبالعكس كلوا من لحمه وطعموا الفأرة وإلى آخره، فخليها يوم سعادة. طيب بعدين شو استفادوا من هالمقدرات النفسية الجبارة اللي صارت عندهم؟ شو استفادوا؟ صحيح أخي رائد، صحيح، صدق الله العظيم. فبالتالي شو استفادوا هلأ؟ كان يخشى على إبراهيم، واحد ضل طول لحتى جاب ولد، بعد ما جاب ولد زدته بالصحراء، بعد ما زدته بالصحراء وكبر، يعني هذا قديش بده يتعلق فيه. فكان يخشى على إبراهيم إذا ضل مع إسماعيل، إذا راح لعنده وعاشوا سوا وضل مع إسماعيل بمكة، فيخشى عليه يكون إسماعيل في قلبه لإبراهيم، يتعلق فيه تعلق زائد، مثل ما هلا هالعالم بتحب اولادها. وحنشوف كيف، ليش هي بتحب اولادها واولادها ما بتحبها، بتحب اولادها وتتخانق مع الاولاد، بتحب الاولاد وصراع الاجيال، بيقول لك بكل البلدان، بيقول لك قلبي على ابني وقلب ابني على الحجار الى اخره. هاي القصه التاريخيه، صراع الاجيال يلي بكل شعوب الأرض. ليش هالفشل هاد غالبا؟ طبعا فشل نسبي، في ناس عندهم فشل شوي، في ناس فشل كبير،
بس معظمنا فاشلين، حنشوف ليش. فكان يخشى على إبراهيم إنه هو يتعلق فيه تعلق زائد اي نعم صحيح اخي رائد. فكان يخشى على ابراهيم يتعلق باسماعيل تعلق زائد، قد يكون هذا التعلق الزائد مو مثل ما احنا بنتعلق باولادنا بشكل مبالغ فيه وعم بيؤدي للفشل التربوي. قد يكون نسبي كثير هذا التعلق، حتى هذا النسبي هو بيصير نوع من الفشل اذا ما الله رباه لابراهيم ووفر له منهاج التربية ووفر له الظروف لحتى يتعلم إبراهيم وينجو من هذا التعلق الزائد، لأنه كل شيء زايد بيكون ناقص. معروف هذا مثل شعبي بسوريا، معروف بيقول لك الزائد أخو الناقص، لأنه حيأذيه. لو تعلق أنت بابنك الزيادة حتنأذى وحتنضر وحتضره للولد وحتكون فاشل تربويا، وحنشوف الدليل. فالمهم اذا لما نجحوا بالامتحان هذا، هلا صار اذا راحوا سوا وراحوا يبنوا الكعبة سوا، فما عاد ينخاف على ابراهيم فتنة التعلق بابنه اسماعيل، ولا عاد ينخاف على اسماعيل فتنة التعلق بأبوه إبراهيم يلي انحرم منه هو صغير وكبر وأبوه نبي وما شافه فترة طويلة. كان فتنة مو سهلة. فهلأ صاروا هن الاثنين بعد ما أثبتوا إنه هن قادرين على التخلي عن بعضهم 100% نهائيا لوجه الله، هلأ صار بيقدروا يعدوا مع بعض ويبنوا الكعبة سوا ويعملوا الأمور العظيمة، وما بينخاف عليهم الفتنة، ما بينخاف عليهم الفتنة اللي هلا حنشوف بواقعنا شو عم تعمل، فتنة التعلق بالأولاد أو التعلق بالمحبوب كزوجة أو كزوج. حنشوف سبب الفشل اللي عم نعيشه معظمنا. فبالتالي ما عاد ينخاف عليهم هالفتنة. هلا خده لإسماعيل وفديناه بذبح عظيم، هلأ خده وروحوا ابنوا الكعبة سوا. شو بتجي الآيات بتقول بسورة تانية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك. دائما مسلمين امرنا لله، ومن ذريتنا امة مسلمة لك. بعض ذريته لعلنا نكون لحنا نستفيد من الدرس ونسلم امرنا لله فنسعد في حياتنا الدنيا قبل الاخرة. اذا هي هي الفكرة. طيب اذا هذا الدرس اللي علمنا اياه القرآن، لذلك لازم كلياتنا نذبح اسماعيلنا معنويا. لازم انت تعرف اذا بدك تتملك محبوب، يعني تنجح بعلاقتك بالحب معه، بدك تذبحه من قلبك، يعني معنويا مو تروح تذبحه. فبدك تذبحه معنويا من قلبك، ساعتها بتصير انت مؤهل اكثر لنعمة القرب من هالمحبوب ولنعمة التواصل مع هالمحبوب هذا، لانه ما عاد ينخاف عليك الفتنة، ما عاد ينخاف عليك التعلق الزائد بالمحبوب، فبالتالي ما بينخاف عليك الفشل يلي هلا عم نعيشه معظمنا مع الاولاد مع الزوجة مع الاهل. فتعالوا نطبق هالكلام هذا مثلا على الأولاد. لما بدنا نطبقه على الأولاد بتلاقوا انه هي مشكلتنا الأساسية.
بس حسكر هالفيديو وارجع افتح فيديو تاني مشان يتقسموا على ساعات. هلا دقيقة واحدة بنرجع بنفوت بالجزء التاني ان شاء الله. خليكم معنا.